كعادة الأردنيون يفتحون باب النقاش حول القضايا العامة وآخر النقاشات حول نهج الحكومة ومبررات التعديل الوزاري الأخير. مقالات بعض الكتاب وخصوصاً أحدهما وهو يستل نباله ويشهر سيفه على رقاب المجتمع ويقول: جاء التعديل السابع فخسر الوطن وفاز الرئيس. يخطئ من يظن أن رئيس الوزراء هو وحده صاحب القرار في شكل التعديل الوزاري، فمن المعروف أن الأردن بلد مؤسسات وهناك تشاركية في صناعة القرار بقيادة جلالة الملك، ومن الطبيعي أن يكون هناك تجاذبات وأراء تستقر أخيراً لمصلحة الوطن. ورئيس الوزراء آخر من يبحث عن فرصة شعبوية أو حظوة أو موطئ قدم له عند النخب والصالونات السياسية، فالرجل تكنوقراطي ودبلوماسي وسياسي وتدرج في وظائف ومناصب الدولة، ويسجل له أنه وطيلة عمله في الوظيفة لم ينخرط لا هو ولا أحد من عائلته الضيقة في قطاعات البزنس والأعمال ولا في نادي النخب والصالونات السياسية، فإن التعديل الوزاري الأخير على الحكومة جاء ليشكل فرصة ثمينة من فرص نجاح واستمرارية جهد الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحديداً. فإذا ما نظرنا إلى خبرات وسيرة الوزراء الجدد نلمس قصص نجاحهم في عملهم وتخصصهم، ويشكلون مجتمعين إضافة نوعية لتشكيلة الحكومة برمتها. في ضوء ما تقدم وبكل أمانة يبقى السؤال: ماذا خسر الوطن في هذا التعديل وبماذا فاز الرئيس؟ من يقول أن التعديل خسارة للوطن وأن التعديل فوزا للرئيس ما هو إلا جاحد وصاحب أجندة وأهواء ومصلحة ضيقة لا تخدم الوطن ولا أبناء الوطن؟ فالنقد الموضوعي مباح ومرحب به، ولعل رئيس الوزراء في الأمس القريب عندما تم مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في مجلس الأمة كان يتحدث بكل صراحة أن النقد الموضوعي لرئيس الوزراء وللحكومة مرحب به وسيكون مصدر للنقاش والاستفادة منه. ولكن أن ينبري أحدهم ويسل نباله ويشهر سيفه في وجه الناس والحقيقة لمصلحة ذاتية، فهذا أمر خارج سياق أدب وأخلاقيات وسلوكيات الصحافة المحترمة. فالخصومات لا تستقيم على هذا الشكل، فالحرية الصحفية المصونة لا تعطي أصحابها الحق الشرعي بالتجني والرجم، وكما يقول المثل العامي: مراجدة حجار.